احنا معانا عم سيد كان عنده انزلاق غضروفي في الفقره الرابعه والخامسه والخامسه والعجوزيه الاولى، كان عامل عرق النسا او التهاب في العصب اللي بيغذي البينه كلها، وجع والام مجرحه، ما كانش بيقدر يمشي، كان جاي لي على عكاز. عملنا 4 جلسات وعملنا 2 مرات حقن ايوني للعصب اللي هو عرق النسا بالعربي. العصب ده بيغذي الرجل من فوق لحد تحت، لحد السمانه من تحت. طبعا الالام بتاعته مريحه، وصلت ان هو ما بيعرفش يمشي لوحده. عملنا له شد فقرات كمبيوتر، والمفروض دي 6 جلسات خلصنا منهم 4. اتفاجئنا ما شاء الله، الله اكبر، بعد ما عمل ال6 جلسات، ال4 جلسات والحقنتين اللي هو ده الحقن الايوني، ده عباره عن جهاز امريكي بنحط فيه دواء علشان التهابات الاعصاب. فاحنا عالجنا التهاب العصب، مش بس الانزلاق الغضروفي عن طريق شد فقرات الكمبيوتر والجلسه اللي بتعمل على الظهر، حملنا جلسه للظهر وجلسه للعصب بالاضافه للحقن الايوني على العصب. فهو عم سيد يقول لكم النتيجه. انا اول ما جيت العياده هنا جيت بعكاز مش قادر امشي على رجليا خالص، ولا قادر اقف ولا قادر اقعد. الحمد لله بفضل الدكتوره البروفيسوره الدكتوره رانيا، عملت انجاز ليا، انا ما كنتش اعرف امشي، ورحت كذا دكتور مخ واعصاب ودكتور عظام، والنتيجه ما كانتش فيه نتيجه خالص ولا في تحسن خالص، والوجع بيزيد اكتر. ولكن عند الدكتوره رانيا الوجع راح تماما في 4 جلسات، وربنا بنشكر شكر وتقدير للدكتوره رانيا على هذا المجهود الكبير الرائع. ومصطفى هيتكلم برضو كلمة على الدكتورة. وطبعا بشكر الدكتورة بعد ترشيح من الدكتورة مديحة محمود خطاب، سألتها عن دكتوراه، لا الدكتورة ممتازة كويسة جدا في مجالها، شاطرة جدا كمان، بقدم لها التحية والرد، يعني بجد مش عارف اقول لها ايه والله، كتر خيرها عملت انجاز مع والدي. شكرا كده، شكرا جدا لدكتور. انا عايزه اشكركم، وطبعا بوجه شكر كبير جدا جدا لاستاذتنا العظيمه اللي مفيش كلام يتقال عنها لانها استاذه عظيمه، وبوجه لها الشكر لترشيحها ليا ولكل كلمه حلوه وشهادتك وسام على صدري دكتوره مديحه خطاب، وشرف كده ليا ترشيح حضرتك وكلامك عني وكل كلمة قلتيها عليا وسام على صدري، يعني لآخر يوم في عمري. أنا مبسوطة جدا 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 من كلام حضرتك عني، وبشكرك جدا جدا جدا، وأنا صممت أعمل فيديو عشان أوجه لحضرتك الشكر مخصوص لسيادتك. شكري الكبير قوي قوي وتقديري الكبير جدا جدا لشخص حضرتك ولسمعة حضرتك ولشغل حضرتك وكل حاجة، ميرسي جدا.